السلام عليكم. إذا في هذا التمرين إن شاء الله غنحاول نشوفوا تمرين في المعادلات وهو موجه للتلاميذ السنة الثالثة إعدادي. إذا التمرين يقول حل المعادلات الآتية. إذا في هذا النوع المعادلات فاحنا غادي نحاولوا نكتبوا المعادلة على شكل جداء يساوي صفر. إذا التعبير اللي قدامنا خصني نرجعوا على شكل جداء ديال معادلة الدرجة الأولى كيساوي صفر. هنا بالنسبة لتلاميذ السنة الثالثة إعدادي فهم ما قارينش المميز للمعادلة، وبالتالي ما غاديش نمكن لي لأن كان ممكن ننشر مثلا التعبير ونستعمل المميز، ولكن تلاميذ السنة الثالثة إعدادي ما كيقراوش المميز. إذا غنحاولوا نعملوا هذا التعبير هذا. إذا غنحاولوا نقلبوا على عامل مشترك، عامل مشترك ما بين هذا الحد وهذا الحد هذا. إذا العامل المشترك كيمكن لي نستخرجو من هنا. إذا العامل المشترك راه غيكون إما إكس ناقص واحد أو تلاتة إكس زائد سبعة. إذا حنا إلا لاحظنا مزيان هاد التعبير هذا راه ممكن نستخرج منه إكس ناقص واحد. إذا شنو غادي ندير؟ غادي نعمل بالعدد إكس غير في هاد التعبير هذا. إذا نعملو بإكس كيكون عندنا إكس كاري، فنعملنا بإكس لأن إكس كاري راه هي إكس مضروبة في إكس. إذا بيك نعمل بإكس كيبقى لنا إكس ناقص، عملنا بإكس بقات لنا واحد. إذا خصني إلا نشرت هاد التعبير هذا نلقى هاد التعبير، نلقى إكس كاري ناقص واحد. إذا زائد الحد الثاني غادي نخليه كما هو. إذا احنا لقينا واحد العامل مشترك ما بين الحدين بجوج اللي هو إكس ناقص واحد. إذا كنعملو بهذا العامل المشترك. إذا في الحد الأول عملنا بإكس ناقص واحد غيبقى إكس زائد، وفي الحد الثاني غادي يبقى لنا تلاتة إكس زائد سبعة تساوي صفر. إذا كنبسطو شوية الكتابة، إكس ناقص واحد عامل، إذا عندنا إكس زائد تلاتة إكس هي ربعة إكس زائد سبعة. إذا إحنا لقينا جداء يساوي صفر. إذا القاعدة كتقول بأن أحد الجدائين يساوي صفر. إذا هنا كنديرو تو كافئ إذا ربعة إكس زائد سبعة تساوي صفر أو إكس ناقص واحد تساوي صفر. إذا عندنا معادلتين من الدرجة الأولى كيمكن لي نحل المعادلتين بكل سهولة. إذا ربعة إكس تساوي إذا زائد سبعة ديناها للطرف الثاني رجعت ناقص سبعة، أو إكس إذا عندنا ناقص واحد ديناها للطرف الثاني ترجع زائد واحد. إذا عندنا جداء ربعة في إكس، إذا إكس تساوي إذا كنقسم على العدد أربعة. إذا لقينا المعادلة تقبل حلين، وبالتالي واحد وناقص سبعة على أربعة هما حل هذه المعادلة. إذا بنفس الكيفية غنحاولو نحلو المعادلة الموالية. إذا المعادلة الموالية عندنا هذا غنعتبره هو الحد الأول وهذا هو الحد الثاني. إذا باش نكتب هذا المعادلة على شكل جداء ديال عاملين كيساوي صفر، يعني جداء ديال معادلتين من الدرجة الأولى كتساوي صفر، خصني هذا الحد اللي كاين في الجزء الثاني للمعادلة ولا في الطرف الثاني نرجعو للطرف الأول. إذا ثلاثة إكس ناقص جوج إكس زائد واحد، إذا ناقص ثلاثة إكس هترجع زائد ثلاثة إكس، وزائد جوج هترجع ناقص جوج، ويبقى لنا صفر في الطرف الثاني. إذا إلى لاحظنا مزيان فغلق بأن ثلاثة ناقص إكس أو ثلاثة إكس ناقص جوج عامل مشترك. إذا كاين في هذا الجزء هذا وكاين كذلك هنا. إذا ثلاثة إكس ناقص جوج عامل إكس زائد واحد زائد هاد ثلاثة إكس ناقص جوج راه هي ثلاثة إكس ناقص جوج مضروبة في واحد تساوي صفر.
إذن كنعملو بثلاثة إكس ناقص جوج. إذن عملنا، إذن في الحد الأول غيبقى لنا إكس ناقص أو إكس زائد واحد زائد، وفي الحد الثاني عملنا بثلاثة إكس ناقص جوج غيبقى لنا واحد ماشي صفر، لأن كاين اللي كيمشي يدير صفر، يبقى واحد يساوي صفر. إذن ثلاثة إكس ناقص جوج عامل، عندنا هنا واحد زائد واحد هي جوج، إذن إكس زائد جوج تساوي صفر، إذن لقينا الجداء يساوي صفر. إذن إكس زائد جوج تساوي صفر، أو ثلاثة إكس ناقص جوج تساوي صفر. إذن إكس تساوي ناقص جوج، كندي زائد جوج للطرف الثاني، أو ثلاثة إكس، إذا ناقص جوج غنديوها للطرف الثاني غترجع جوج. إذا إكس تساوي، عندنا الجداء هنا غادي نقسمو على العدد ثلاثة، أو إكس تساوي ناقص اثنان. إذا المعادلة تقبل حلان هما إذا ناقص جوج وجوج على ثلاثة، هما حل هذه المعادلة.